يعني معنى كده تاخد القطار توصل في الاقصر في
او ساعتين بشوية. عايز يعني النهارده تركب القطر توصل بعد 12 ساعة او 13 ساعة. فانت لما تنزل من 12 ساعة لساعتين ده نعمة جدا. بتقرب مسافات. الخطوط السكة الحديد او السكة الحديد مفهومها الواسع بتنافس الطيران نحن الجو. بمعنى لو انا بعض الدول زي دول الاتحاد الاوروبي لما يكون مسافات متوسطة يعني بتكلم عن مسافة 1000 كيلو 1500 كيلو بيفضل ان الناس تاخد القطار في السكة الحديد لسببين اقل في الوقت وارخص في السعر. ولو حضرتك حسبت الفرق للمسافات المغيرة ولو انت اخدتها مثلا مثال لو انت هتطلع من القاهرة للمصر بعدين تروح طيارة هتوصل من هتطلع من مكسيك هنا في الجيزة تطلع من هنا المطار قبل قد ايه؟ نص ساعة؟ ساعة ساعة الا ربع مش قليل كده 75 دقيقة خليها في المواصلة هتستنى الطيارة قد ايه اعمل اكتر؟ صحيح على الاقل حد عندنا تركب من تعليمات شركات الطيران ساعة يبقى كده اخدت ساعتين الا ربع رحلة الطيران بتاخد قد ايه؟ عشان الطيارات تطلع تنزل في المطار هناك ده ساعة يبقى ثلاث ساعات الا ربع هتنزل في المطار قبل ما تجيب لك الشنطة بتاعتك تاخد لك نص ساعة يبقى عامل ثلاث ساعات الا ربع قبل ما تطلع تدخل مدينة الأقصر دخلت في كام؟ أربع ساعات فحين إنك ممكن تشغل القطر سريع ياخد من أول رمسيس هنا لغاية سنتر بتاع مدينة الأقصر ياخدها قد إيه؟ ساعتين ساعتين هل تكلفة هل الجو ما قدرنا سكة حديد في القطار؟ لا 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 سكة حديد خلاص فعشان كده ومعظم دول الدول النهارده حتى شركات الطيران وبعض الدول زي فرانكفورت مثلا وبرلين تنزل بالطيارة وانت تحس بتذكرة الطيارة لو داخل مدينة جوه ممكن تحجز تذكرة الطيارة مع تذكرة القطر تنزل تلاقي مطار في المطار في محطة قريبة تتمشى أو تاخدها بطريقة معينة تركب المحطة من محطة القطر تلاقي نفسك كملت رحلة للاستيشن بتاعك فالعملية بقى فيه انتجريشن تكامل ما بين تذكرة القطر وده اللي بيحاولوا يوصلوه في اوروبا وفي بعض الدول شكل اللي احنا هنقول لك المنهج بتاعنا هيغطي عناصر تحطيم كاميرا وخط سكه حديد تصميمات تصل الى سرعات مش عارف 300 كيلو متر او 350 يعني البيزكس كلها في الكاميرا بتاعنا ناقص انك انت تاخد وتجرب وتصمم طيب قبل ما ننظر بس في التفاصيل ونبدا في المنهج العالم رايح لفين في مجال التحليل او اللي انت هتاخده ده هتطبقه ازاي؟ في حاجتين العالم رايح لفين واللي انت هتاخده ده هتطبقه ازاي؟ اللي انت هتاخده ده هتقدر تطبقه صوت سكه حديد تراديشن زي سكه حديد مصر بالطرق السريعه زي اللي في اوروبا سرعه عاليه اللي تقدر تاخده تطبقه لو عايز تصمم خط مترو الكلام ده بلد وشغال في الصور ترام بلد وشغال لان انت الكلام ده ينفع معاك في الصور ترام في المترو في الهاي سبيد ترين في تراديشنال ريلوي خلاص العالم بس انت هتعمل فيه النهارده في تريند او اتجاه لعمل حاجه اسمها قطار مغناطيسي القطار المغناطيسي ده بيسميه ماجنتيك ترين ده المستقبل في السكه بدل ما يعرفش قطر او عظيم مهما كان ويبقى عنده سرعه ليمتد ويتحضر ويطلب ما هو ماشي في عنده مقاومه سير ومقاومه اتجاه وعندي سرعه ليمتد في السكه لا عملوا فكروا وعملوا حاجه اسمها قطار بيحضن زي جار ويشتغل بمجال مغناطيسي بس اول ما القطار يبدا يتحرك بيحصل تناقض ما بين العربيه وما بين الكاميرا فما احتمال تغلب على حاجه اسمها مقاومه الاحتكاك. يبقى القطار طاير على الكاميرا على الكاميرا. كاميرا بيه ماشي عليها بس ما تشتكش. طب قدر يوصل لسرعه كام؟ في التجارب العمليه من حوالي 20 سنه او 15 سنه في المانيا عملوا تراك 35 كيلو وعملوا قطار شغلوه قطار مغناطيسي بسرعه 545 او 550 كيلو. ده كانت البدايه.
عنده التكنولوجيا لتصنيع خطوط سكة حديد بأطراف وعربيات وأقمار سكة حديد وملكات وحاجات زي كده بمئات المليارات من الدولارات وشركات كبيرة في دول أوروبا شغالة على هذا الموضوع. فمعنى كده لأن الإقطار المهندس كان هيحصل مليار لأن الاقتصاديات في سكة الدول شغالة على تصنيع قطارات وتصدر الدول. فهنا المشكلة قال لك أنا عايز أعمل تكنولوجي ترانسفير لجنوب بحر القرن المتوسط للدول زي أفريقيا ويعمل مصانع هناك بحيث أنا ألعب مصانع الأرض وفي نفس الوقت أدخل تكنولوجيا جديدة ولغاية هذه اللحظة ما تمتش بطريقة زي ما هم عايزين. الحاجة الثانية بعض الدول أو مش بعض الدول دولة أخذت فكرة التيار المغناطيسي أمريكا في مركز هناك اسمه أو معهد اسمه الإم آي يو أخذ الفكرة بتاع التيار المغناطيسي وبدأ يطور فيها. ده من أكبر معاهد الأبحاث العالم الإم آي يو. فأخذ الفكرة قال لك أنا عايز قطار خلاص أنا عايز قطار يتحرك بصورة مستقيمة أنا عايز في الأحد السابق. حط الكريد بتاعه اللي ماشي قطار مغناطيسي بسرعه مثلا. طب ازاي؟ قال لك انا هحلي اما غلبنا على مقاومه السير الانتكاك لا انا كمان هتغلب على مقاومه الهواء. فهبدا بدا يفكر يعمل طوب زجاج كبير وحط كونكريت وفرغه من الهواء ولا يتحرك القطار فبقى معاش على مقاومه الهواء ولا مقاومه سير. وقدر يوصل فعلا التجارب بتاعته بسرعه ولا يحط الكريدت بتاعه انا عايز اشتغل قطار ما بين نيويورك او واشنطن مع انجلترا في المحيط يعني شوف الكلام يعني حط التارجت ويبدا يشتغل عليه بطريقه حلوه ولا يفكر زي ما مشي الحدود ده وهيجي على الطول المحيط هيعمل مقصات بحيث ان المقصات دي حتى كانوا متكلمين فيها ولا احنا هنخلي الناس تعمل دايفنج وتبقى شايفه القطر ماشي في قلب الميه بقلب كيوب مزدوجات منور والقطر ماشي بسرعه 5 كيلو والناس بتعمل دايفنج جميل تتفرج عليه. يعني هم بيقولوا كده ماشي. وعينه ويسكي فعلا عمل فيلم متداول لصوت سمعت حوالي متاسف ازاي بسيط ابواب انا عدى معاك الباب الاول وعدت معاك ان شاء الله الباب الثاني وبعد كده الدكتور عبد المجيد هيكمل معاك الباب الثالث والرابع بعد كده طلعت مع كل باب الخامس او بتاع اللي بيكمل الخامس وانا اطلع كده هجيبه نفسه على كام مشروع. هنبدا اول باب احنا عندنا بس عشان تبقوا عارفين المنهج ماشي ازاي والاسئله ماشيه ازاي احنا اللي عندنا المنهج في كل باب من الابواب انا بجيب حاجه اسمها الشيت بتاعه بتوزع في السكشن او بتباع يعني انت بتحط فيه او بتصوره ايا كان الشيت ده بيحللك بكامل السكشن. فلو حد عنده اي شك في هذا الموضوع يبقى في السكشن في شيت بينزل كل باب مسائل تسعه او خمس مسائل بيحللك بكامل السكشن. بينزل معاك حاجه ثانيه اسمها السايت. يبقى السايت ده انت مطالب تاخد طول الفيديو على كل باب. في اخر كل باب بعد ما تخلصه ونيجي الاسبوع اللي بعد ما تخلص الباب شرط في المحاضره والسكشن ونقوم عامل لك ميز. كويس وايد انا تقريبا هنا سؤال الثلاث كويس ماكسيمم على ضرب كيرم تاني بنعمل لك ثلاث كويس. الكويس ده بتفهم انت فهمت ايه في الباب يبقى عملت السؤال بتاعتك هتبقى على الكويس اللي انت بتمتحنه على الصايم اللي بتاخده زائد امتحان الميد تيرم زائد اللي هي بتقوله السكشن زي ما هاخد غياب رندم في المحاضرات او مرتين او ثلاثه خلاص الترم كده فدي بتجمع لك عمل سنه حتى. في اي اعتراض او اي حاجه او حد مش فاهم انا قلت ايه؟ تمام؟ درجه ساعه زي هي تقريبا من نص الدرجه تبقى رايح على الميد ترم يعني تقريبا من 100 درجه تقريبا من 20 تقريبا نص والباقي اي وقت من الكويس تقريبا كل الكويس بناخد عليه درجتين تقريبا احنا بنظبطه في الاخر عشان حسب الدرجات بنحاول
الايام دول حاضر برضه في عليه درجه كده المدرسه ثم بعد كده طورت جالك خطرات كهربائية. والمقاومات التي يصادفها القطار اثناء سيره. طبعا المقاومات التي يصادفها القطار اثناء سيره في اكثر من نوع من المقاومه من المقاومات سير والهواء. اساس تشكيل الحركه على القطارات على شكل سكان. وكذلك اساس السيارات المشاكل. فلجاي تسير القطار بسرعه منتظمه يجب ان تتوافق على الرقم التالي. التراكشن فورس اللي هي في دي التراكشن فورس بيساوي سيجما ريزيستنس مجموع المقاومات مضروبه في وزن الويت اوف الموتور بلس الويت اوف الكار. مجموع وزن الدراج زائد العربيه. طرف المعادله 1 دي عباره عن الطرف الايسر هو عباره عن القوه المنتجه بواسطه الطاقه. والطرف الايسر ده هو عباره عن مجموع المطارات. اول حاجه اللي انت هتدرسها ازاي نحسب قوه الجر ثم بعد كده نكتب نحسب ازاي نحسب المطارات. اول حاجه نبدا فيها قوه الجر. احنا بنقول قوه الطيران بتاعتنا ام هي يمكن تسمع اما باستخدام قاطره بخاريه او قاطرة ذات احتراق داخلي اللي هي الديزل أو بواسطة موتورات أو قاطرة بنسميها قاطرة كهربية. وقد تطورت قاطرة من بخارية إلى ديزل ثم إلى كهربية. تطور ذلك سبب إيه؟ حتى يمكن الحصول على كفاءة عالية وذلك بالنسبة لما نحصل عليه من قدرة نتيجة استهلاك مادة وقود معينة. يعني احنا مكان عندنا قاطرة بخارية محتاج وقود شغالة. الوقود الشغالة عبارة عن ايه؟ الفحم. القاطرة ديزل محتاج ديزل، القاطرة كهربائية محتاج كهرباء. بس الكفاءة اللي بتوصل عليها يعني ممكن اجيب فحم بمليون جنيه عشان يوصلني رحله من القاهره لاسكندريه او القاهره لاسوان. فهي ممكن اخد ديزل ب 10000 جنيه عشان اوصل نفس الحته. يبقى قلبي احسن. يبقى معنى كده اول يعني التطور المختلف لديزل لكهربائي ليه اساس اقتصادي. انما كفاءه احصل على كفاءه عاليه بالنسبه للي بنحصل عليه من قدره نتيجه لاستخدام ماده معينه. يبقى الكفاءة تحويل الطاقة والوقود بتاعي القوة في قاطرة كهربية أعلى من قاطرة ديزل أعلى من قاطرة البخارية. طب إيه الأسباب تاني للتحول؟ طبعا احنا كده قلنا إن كفاءة ويمكن تساوي نفس حد التناسب عن طريق ضرب معامل التناسب بين العجلة والحضيض. العجلة دي قصدي فيها قوة العجلة بس، والقضيب عند سرعة معينة في الوزن الواقع على العجلة الواقع. إيه الوزن الواقع على العجلة الواقع؟ أنا عندي القاطرة معينة للعجلة. القطار عندي بيتكون من قاطرة ومجموعة من العربيات. عندي القاطرة
لو كان بيجي جار ولا ورا ايه اللي كان؟ لا احنا ممكن نعمل مجموعه من العجلات مش ممكن الاثنين دول يسيبوا حاجه والاثنين دول يسيبوا حاجه فمجموعه مش شرط كله يعني ممكن يبقى كل العجل جار ممكن ياخد بعض بس باخد من المجموعه مثلا الاماميه عجلتين وصلوا للمحرك لورا اثنين وصلوا للمحرك من الوزن الواقع في العجل الجار نيو رام دبليو اي 2 الوزن الواقع في العجل غير الجار وناخد رمز دبليو اي 1 طب وزن القاطره دبليو اي الويت اوف الموديل دبليو اي ويت اوف الموديل بيساوي دبليو اي 1 بلس دبليو اي 2 طيب من هنا نقدر نقول حد التماسك مش بيساوي عامل التماسك في الوزن طيب لو معانا حد التماسك بيساوي ميو مضروبه في دبليو اي 2 في الوزن الواقع على العجل الجار ميو بتساوي 7342 زائد بي زائد 116 دي معامل التماسك حد التماسك بيساوي اف اي بيساوي ميو في دبليو اي احنا عندنا ميو دي لو حطينا دي بسلك هنطلع ميو 330 يبقى اقصى قيمه لحد التماسك هتساوي 330 مضروبه في دبليو اي 2 لو حبينا نرسم علاقه بين الاف اي والسرعه ما هي الاف اي بتساوي 9000 على 42 زائد بي زائد 116 ده كله مضروب في ايه؟ دبليو اي 2 لو حبينا نرسم علاقه بينهم هنطلع بالشكل ده Yeah.
السكور على حاجة يبقى قوة الجار بتساوي ايه؟ نفي جي. تيجي نذكر الجزء ده انا شرط اللي هو شوية اتضح من بساطة ان قوة الجار والسكور ليها فعليا هي قوة المحرك بشرط الا تزيد عن حد التناسب. أي أنا قوة الجر هي قوة أقل من قوة المحرك حد التناسب. وده شكل واحد ثلاثة اللي وضح لي العلاقة بين اف تي واف اي وإيه هي قوة الجر. هي قوة الجر احنا ماشيين في الحلقة دي في الحلقة 60. هي على خط ده. ده قوة الجر. ده قوة الجر. خلاص؟ طب احنا قلنا احنا المعادلة بتاعتنا عشان الإطار يسير بسرعة منتظمة قلنا الطرف الرئيسي للمعادلة هي تراكشن فورس والطرف الأيمن للمعادلة اللي قلناها في الأول خالص هي عبارة عن سيجما ريزيستنس صح ولا غلط؟ مضروب في الوزن. طب تراكشن فورس في مشكلة في السمع؟ اللي هو الأصغر من ده وده صح؟ تراكشن فورس هو عبارة عن الـ FP اللي تحس بالمعادلة دي فورس باور بترجع المعادلة الأصلية في 270 على بي وهو في كفاءة المحرك. ليه؟ لأن الحركة في المسائل ما يلتزمش بـ 280%. طبعا لو ما كتبتلكش أي سيرة في المسألة أنت هتضطرنها على 280%. نجيب جايب الـ FP من المعادلة دي ونجيب الـ FP من المعادلة التانية دي نساوي ميو في دبليو إل وده بي أو دي أيهما إيه؟ تطلع هو دبليو إل إتنين دلوقتي؟ دبليو إل إتنين ده ده ما بين الاثنين هو الوزن المتوقع على عجل الكرة. خلاص؟ نيجي نقطة بقى في الجزء الثاني من المعادلة اللي هو الطرف الأيمن من المعادلة. احنا قلنا الطرف الأيسر هو القوة الجارة. خلاص؟ الطرف الأيسر عبارة عن ايه؟ المقاومين. ايه هي أنواع المقاومات اللي بتطلع في الطرف؟ احنا قلنا في مقاومة بدء حركة في مقاومة سير وهواء في مقاومة مين في مقاومة محرك. الأساس في سكة الحديد هي أن تمر الوحدات المتحركة في وسط قضيبين مستمرين متوازيين وهذه الوحدات احنا عندنا السكة عبارة عن ممكن اطلعوا بالنسبة بتاعتها شكل السكه عبارة عن قلوبين دي الترابيشن اللي هو ايه اللي احنا مش عارفين قلوبين القلوبين دول مرتبطين على تنكات تنكات مرتكزة على ايه؟ مادة التصليب مادة التصليب بالظبط بلص بزلت خلاص ده شكل السكه وايه بتحط الزلطة؟ نعم كيف نحط الزرق؟ مقاومة الزحف اللي فيها طول العرض للسكة. هنيجي على مدة الفيديو التاني هنشرح كل حاجة والفلانكات وأنواعها والبازلت ووظيفته إيه والوزارات اللي بيها الأطفال وقصص نتكلم على مدة أنا بقول الأساس في السكة الحديد هو عن تمر الوحدات فوق القضيبين مستمرين
والبوجي ده اللي عارفين مع بعض. البوجي يبقى عباره عن اثنين واحد وهنا اثنين واحد. طب ايه الهدف من البوجي؟ الهدف من البوجي انك لو دخلت على مرحله بس اهم حاجه اكتب الحاجات اللي انا بقول لك عليها اللي هي تفسير بعض الحاجات.
المحور واطار العجله وطريقه ترتيب طول العجله. لو بصينا على شكل 6 ده شكل ده كده بنسميه فوق العجله. دي العجله دي هنا الشفه بتاعت العجله. ماشي؟ واخدنا الجزء ده كبرناه اهو ده تكبير الشفه بس دي ملفوفه. طب الشفه دي وصلت فين؟ لو عندي ده شكل قطاع اهو بيبين لي ده جسم العربيه خلاص. هنا في خرج الدم هنا دي الايات الجنب اهو هنا ده الاكس وده الصندوق الدرجي والنوبي وده المحور بتاعي وده طول العجله ده طول العجله وده شكل العجله بحفر سير قديم. احنا قلنا لو احنا دي على الحد هتلاقي فوق مره بتلاقي بتتحرك العربيه فين؟ لبره. هتلاقي العربيه اتحركت يبدا تلمس شفه العجله مع الطريق الخلفي. ده بنسميه رصاصين ده طبيب داخلي وده بنسميه طبيب خارجي. ده طبيب خارجي.
عشان حافظ ازاي مستمر. بس دي من عيوبها لو ركبنا على الانهيار ان احنا ايه؟ بيديني مقاومة سير. انا غالي على مقاومة سير ان انا بعمل امتحان للضباط. ثم في اخيرا في حاجة اسمها زحف اتجاه طول السير. على سبيل المثال اوضحها لك هنا على المنطقة هتبقى اسهل. هنا ده طوق عجل بيلف. طوق العجل ده هو بيلف. لو هيمشي من النقطة دي للنقطة دي المسافة هنا. هي المسافة مسافة هنا؟ المسافة هنا أقل ولا أكبر؟ تحت أقل والفوق أكبر. بس هو نفس الطوب نفس الطوب هو اللي بيعدي ولا لا؟ أنا هقول لك أوضح لك على شوية من الطوب بكرة هخليه يختلف. بقول لك إيه؟ بس خلينا دلوقتي في افتراض ان احنا نفس الكوب ونفس طول العجله. فالعجله اتحركت من هنا لهنا هتكون عملت كذا؟ لا هتدور. في حين المفروض ان طول العجله الثانيه دي جت هنا معانا. المسافه اللي حطها هنا اكبر. يبقى لازم العجله اللي فوق تكون قطعت لفات اكتر شويه. أو دورات أخطر شوية. بس كان ده مش صعب تحليل ولا صعب؟ لو أنا مفترض إن الاثنين ليهم نفس القطر. هيتغلب عليه إزاي؟ إن مع حركة الدوران دي يحصل لي حركة زحف. عشان كده لما أنا بتكلم على فوضى الامتحان بيجي لي زحف. وهو ده بيسموه من فوضى الامتحان. ماشي؟ فيبقى إيه؟ يحصل لي زحف. فالزحف ده عشان أتغلب على فرق الطول ما بين الاثنين. طب عشان تحل المشكله دي السكه الحديد عملنا كده بدا يعمل طوق العجله شكله مخبوط الشكل واحد الزاويه لما هنا لو اخدت كروس سكشن هنا وصيت هتلاقي هنا عشان تكون نظره فرديه شفت العجله هتبقى لازقه القضيب الخليجي. نعم بعيد شويه. وهنا شفت العجله هتبقى بعيده شويه. بس نتيجه ان انا عملت الشكل ده مخطوطي بقى الخطبه هنا بتاع العجله هنا اكبر من الخطبه هنا. فيديني مسافة حركة أقوى على القضيب الخارجي من طول العجلة والداخلية. واضح الكلام ده؟ فمن هنا بدأ يعمل الشكل على طول الأولاني كذا حسبتين، على طول وأنا شغال في وإحنا بنشرح المنهج هقول لك ليه بنعمل مخروطي؟ أدي أول حسبتين أو أول سبب. ممكن تاني بعد سبب. إن أنا لما بعمل مخروط الشكل فلما يجي العجلة طول العجلة ده محافظ على القضيب الخارجي فبقى طول العجلة الشفة دي جنب القضيب الخارجي اللي هنا القطب بتاع طول العجلة أكبر ولا القطب اللي هنا؟ طول العجلة أهو عامل كده ده طول العجلة. القطب هنا أكبر ولا هنا؟ بعد شوية. القطب
فوق العالم بشكل مفروض. خلي بالك الكلام اللي بيتقال ده دايما عشان نبقى مركزين. الاسئله اللي هو يديني حاجات انا عايز اعرف فهمها ولا مش فاهم. طب اول ميزه بشكل فوق العالم المفروض ان انا في المنحنيات اقلل الزحمه فاقلل المقاومه. واضح مش واضح؟ لان كل ما الطول عجل يبقى اكبر فبدي مسافه دوران احسن فبقلل الزحمه فبقلل المقاومه المشكله. خلاص؟ يبقى السباب ان انا بستخدم ضوء اعلى مفروضي لتقليل الزحمه. خلاص؟ هنبدا بقى مع بعض المقاومات قبل ما نبدا نجرب الذكر. انا لو عملت لك حساب مقاومه سيرو الهرم مستنتجه خلي بالك كل المعدات اللي هقولها لك الجايه بعد كده في المقاومات مستنتجه على اساس تجريب. يعني ايه؟ معدات يعني احنا لو احنا عملنا معدل مقاومه سيرو الهرم في مصر تختلف عن معدل مقاومه سيرو الهرم في ايطاليا، تختلف عن معدل مقاومه سيرو الهرم في المانيا، وحسب نوع القاطره ونوع العربيه فبتختلف. فهتلاقي معدلات كثيره بس الفروقات بتاعتها مش عاليه. خلاص؟ فعشان كده المعدلات اللي مستنتجه على اساس تجريبي انت مش هتاخد صوره معاها. فالمعدلات اللي هنا دي يعني مثلا معدل مقاومه سيرو الهرم بستخدمها انا المعادله دي هنستخدمها معادله دي مش هتتفصل. يوم لما هتبدا تجيبها هي البدايه لان دي هتلاقي زيها اكثر من 10 مرات. في للقاطره للعربات عرض الله عرض الكام، في معادلات ايطاليه نوع قبل الديفيز، في كذا معادله وكذا طريقه لحساب مقاومات السيرو العربي. ان شاء الله في المحاضره الجايه هدخل معاكم معادله معادله وازاي تستخدمها، وبعد كده هندخل بعد كده في استخدام مقاومه المنحنى المعادله مستخدمه مقاومه المنحنى، ثم بعد كده مقاومه الميل وهندخل بعد كده تعرف ازاي تستخدم مقاومه الميل، ثم بعد كده نبدا ناخد ازاي نحسب درجه حاكم، بعد كده ناخد مثال تطبيقي هكذا. انا مش عايز اطول عليك المحاضره دي لان لسه اول محاضره ولسه بنطوله، فخليها المحاضره الجايه نبدا ناخد التفاصيل ونحاول مثال او اثنين. ماشي معلش يا شباب.